اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. يومك النهارده؟ والله العظيم البدايه زي الفل، انا متفائل وانت بديها بقى كده. النهارده الاهلي عامل حاجات كتيره مهمه بصراحه، فافتكرت الايام الخوالي، فاكرها؟ الموسم اللي فات الكهارب بس انا حاسس ان هي قربت بتندح، طالما انت ابتديتها وشرحت قلبنا كده والنهارده النتائج. بس النهارده الحدث فارض نفسه، يعني الاهلي بياخد افضل نادي في القاره السمراء، واحنا لما قلنا كولر ازاي ما بقاش هو موجود في الثلاثه اللي بيصفوا، الركراكي احق بس ما اتحركش كولر من الثلاثه، كان هو الفريق مكان بتاعه بمشيح. احسن فريق في القاره واللي بيمرنه مش موجود في الثلاثه. بالظبط، صح، ما دي كانت حاجه غريبه جدا. لا هو في الجوائز فيها حاجات غريبه كتيره، هنتكلم عنها دلوقتي. انما النهارده الاهلي يعني بيرسي التاو افضل لاعب في القاره السمراء. فاكر يا استاذ محمد؟ من سنه فاكر؟ استاذ بريكه ابو عين، مساء الفل. اهلا بيك، مساء الفل يا استاذ محمد، ومساء الخير للكابتن عبد الجليل، ويوم سعيد عليكم وعوده الفيلرات النهارده. ايوه النهارده الاهلي والاهلي يعني شوط زي كده، وببارك طبعا اكيد طبعا انا ببارك للنادي الاهلي طبعا، انجاز عظيم للكره المصريه، ثلاث جوائز من الكاف طبعا مهمين جدا، وان شاء الله يعني الموسم ده، لانه الموسم ده حاجتين فيه سواء منتخبات او انديه، فان شاء الله طبعا يعني كاس العالم للانديه نتمنى ان شاء الله السنه الجايه يكون في جواز افضل كمان للمنتخب الوطني، يكون ان شاء الله عن ادائه في كاس العالم وفوزه بالبطوله الافريقيه ضاف للمجموعه ان شاء الله. اللي احنا شغالين فيه ده الاهلي خد عن الموسم اللي فات. الموسم ده مع شده حيل، خد بالك الاهلي بعيد، هي دي مشكله الموسم ده، الاهلي بعيد عن المستوى، والزمالك في الكونفدراليه بدا يظهر ان هو هينافس، يعني الزمالك بعد ثلاث انتصارات بدا يبان، يعني فتح القيد مع صفقات في يناير ممكن الزمالك يكسب البطوله طبعا دي. تيجي تبص على منافسين ومن دلوقتي هو من اكبر المرشحين ليه. طبعا بس محتاج ثلاث اربع لعيبه، لانه الاساسيين لو قلت مثلا لا قدر زيزو قعد لاي سبب ان كان مين هيأثر، محتاج ثلاث اربع لعيبه من غير ما حد يقعد لو لعب. بس الكونفدراليه بصراحه بالامانه حتى الان المستويات كلها يعني الزمالك من افضل فرق في المستوى ده، انك تكرر مش بس انت ممكن تكسب دوري الابطال مع وجود بيراميدز، يبقى موسم كمان. يعني قصدي استاذ محمد انه هيبقى موسم تاريخي على مستوى الانديه والمنتخبات، دوري ابطال وتكسب كونفدراليه وان شاء الله البطوله الافريقي مصري والبطوله الافريقيه، ده يحصل تكسب البطوله الافريقيه. عندك هنا الزمالك والمدن فيوتشر ماشيين بشكل كويس، عندك هنا الاهلي وبيراميدز يعملوا كده، عندك منتخب بيلعب في كاس امم، وما تيجي تقيس كده هتلاقي منتخبك فعلا منتخب قوي مترشح وفي لعيبه تقيله، ومنتخب قوي في لعيبه تقيله، فممكن تبقى سنه عكس ما احنا عاملين نتكلم. ان اراد مين سنه انجازات اللعيبه، يعني لو اراد اللعيبه هتبقى سنه حقيقة. كده ده حقيقة. يعني لو لعيبه الاهلي اشتغلت صح ولعيبه الزمالك يعني قدروا يجيبوا صفقات في يناير واشتغلوا صح مع لعيبه المنتخب في كوت ديفوار ان شاء الله يعملوا دوره بطوله قويه، ممكن يبقى سنه تاريخيه على الكره المصريه كلها. الاهلي بس يدوس بنزين شويه هتلاقيه هيفرق جامد. الاهلي لما بيرجع لمستواه بتلاقي ال 11 لعيب كلهم فايقين. انا من وجهه نظري الزمالك انا عايزه يعني ما يقلش عن كده، معليش يعني يثبت بس هو القصد ايه؟ ان الاداره واستاذ بريك ممكن يبقى معانا في القصه دي، الاداره بتاعه الزمالك عليها دور الفتره الجايه طبعا. لانه طبعا. الزمالك هي دي الزمالك كابتن عبد الجليل، الامل رجع للجمهور والنتائج بتقول كده طبعا. يعني نتائج النهارده انت بتصدر مجموعتك في طبعا نص على مكمله 9 نقاط، لا وفي نص دوري ما حصلتش، دي ثاني مره في تاريخ نادي الزمالك اللي تحصل، وخد بالك سوار اللي غينا هيلعبك هنا طبعا. انت حتى لو خسرت لا خلاص هو المجموعه يعني الزمالك تاهل وتاهل الاول المجموعه دي الزمالك منتهي يعني. فما تروح دور الثمانيه في الكونفدراليه هي دي بقى. اصبح الاداره المسؤوليه في ايه؟ في ان انت طبعا هم دعموا الكابتن معتمد، وده حقيقي بصراحه، وده حاجه تحسب لهم يعني، واختيار كان موفق وده اثبتته النتائج الماتشات. اقصد انه لو ثلاث اربع صفقات بحق بمكانه وقيمه الزمالك في يناير يقدر الزمالك يعمل حاجه في الكونفدراليه مع مودرن فيوتشر والاهلي مع بيراميدز، وتبص تلاقي سنه عكس ما احنا قاعدين نقول ونهايتي من اولها، تبص تلاقي سنه قلبت 180 درجه. انت يعني في الماتش اللي فات مثلا الزمالك رغم الفوز لكن الفريق الجمهور ما كانش راضي عن الاداء، زي النادي الاهلي ما رد برضه الجمهور، ما حتى الان رايح كاس العالم والجمهور مش مطمن، يعني الجمهور المره دي قلقان. انا من وجهه نظري في الاقرب لتحقيق انجاز استاذ محمد ان الموسم ده ممكن يبقى كده، بس الاقرب مش فيهم بعيد عن انا لنا. شايف الاقرب فيهم في ده كله المنتخب، لان المنتخب بصراحه السنه دي لاول مره من فتره طويله يبقى متميز في كل الاماكن وكل المراكز، وعندنا السنه دي كميه المحترفين وتالقهم، وبعدين يعني الاسابيع الاخيره دي قبل كاس الامم طبعا ده اسبوع انت زي ما قلت تاريخي، افضل اسبوع للمحترفين يعني المصريين هو الاسبوع المصري، يخشوا المنتخب
كلهم انجازات بمستوى الحياه الفني. يا ده مرموش ما شاء الله يعني ماشي كويس قوي في الدوري الالماني. صلاح مرموش طبعا صلاح وارقامه القياسيه. حتى مصطفى محمد وتالقه في الدوري الفرنسي تريزيجيه، وحتى الراجل طارق حمد اللي اعتزل جاب هدف تاريخي. كوكا وشريف طبعا كل كوكا بصراحه ما شاء الله. بالاضافه حتى المحلين يوز محمد في مراكزهم مميزين في المنتخب. فانا شايف انه بصراحه المنتخب ده من سنين طويله ما شفناش منتخب بيقدر يحقق ويكرر انجازات اجيال الثلاثه اللي حصل الانجازات مع الكابتن حسن شحاته. هو الجيل الحالي قادر ان هو يجمع ان شاء يعني الله يعني احنا مهيئين لكاس العالم والفوز بالبطوله الافريقيه في كابتن عبد الجليل في دوري الابطال، ومهيئين في الكونفدراليه ومع المنتخب نعمل حاجه السنه دي. هل الجوائز النهارده دي تدي مسؤوليه اكبر او تضع مسؤوليه اكبر على لعيبه الاهلي وهم في السعوديه دلوقتي؟ يعني هم بيسمعوا النهارده وكالات الانباء اكيد هتنقل كلها، واكيد الصحافه السعوديه هتتكلم عن الالقاب اللي الاهلي خدها النهارده سواء افضل فريق في القاره السمراء، وجه في وقته احسن يعني حتى الالقاب دي جت في وقتها. يعني اللعيبه دلوقتي فاتحه المواقع وهي بتتفرج او جرايد بكره او الاعلام السعودي اكيد هيتكلم في توقيت مهم. الاهلي لسه مسافر النهارده اكيد جد. انت بتمثل الكره الافريقيه في كاس العالم للانديه، فانت رايح وانت كده واخد افضل نادي رسمي نمبر 1. فهل دي بتدي مسؤوليه اكبر على اللعيب؟ تضع مسؤوليه اكبر؟ كابتن انا بقول لحضرتك لعيبه النادي الاهلي يا كابتن كل يوم مسؤوليه فوق مسؤوليه. لو رايح تلعب دوره رمضانيه والله فيها مسؤوليه، فالمره دي برضو اكبر لان انت مكتير احسن، فاللعيبه كلها هتبقى مركزه زائد التركيز اللي جوه البطوله، لان هم حاسين ان الجماهير قلقانه ودي مهمه قوي يا كابتن. لما بيروحوا بثقه جامده قوي غير ما بيروح قلقان شويه، ودايما احنا كمصريين لما بنروحنا قلقانين افتكر بوركينا فاسو، افتكر ماتش اللي هو الصفاقس حتى كاس العالم للانديه لما كان المنتخب بيلعب بالظبط ناقصه لعيبه كاس العالم. ماتش الهلال الناس كانت متوقعه انه الاهلي مش هيكسب، كسب 4 بالظبط. فانت بتروح قلقان وكده اللعيبه بتبقى تركيزها 120% بامانه. فمع الدعم ده على فكره الاهلي يعتبر خد جوائز بس لا انا شايف ان لو الاهلي في حالاته فعلا لا ممكن ياخد جوائز اكتر من كده. على الاقل المدرب هيبقى داخل في بتاع. حتى اللي لفت نظري التشكيل بتاع ال 11 لعيب، يعني انا الثلاثه ما لهمش اخبار. في المساك اللي دخل اللي هو بتاع الكونغو بتاع الكونغو ازاي ده؟ معلش مع الاحترام يعني شايف عبد المنعم عبد المنعم لا أحسن هو منه؟ بكتير يعني. ما انت متابعه يعني؟ بص يا كابتن انا اتفرجت عليه في ماتش وهو مساك في الكونغو كويس بتاع، انما مش بانجازات عبد المنعم. عبد المنعم واخد بطوله افريقيا، هو واصل نهائي مع منتخب مصر وعامل شغل كويس. دي حاجة. أنا بس الجوائز اللي هي توزعت أنا حاسس إن الأهلي يستحق أول حاجة. بيرسيتاو أعتقد إن هو مش من جنوب أفريقيا كانت ممكن ما ياخدهاش يعني. هو شفعت له إن هو من جنوب أفريقيا طبعا، لأن متسبي. لا ما هو باينة الاتنين متسبي واللجع قاعدين جنب بعض وبقول له أنا هديك. بس المغرب يستحق كابتن، ما اتكلمناش في اختلافنا. يعني المغرب لو أحسن لاعب خرج من عنده أحسن حارس من لا عنده. هو شايف إنه بس عايز أقول لك على حاجة، هو شايف بيرسيتاو ما يستحقش مش المغرب. لا بقول لك المغرب العلاقة الشعبي دي مش محتاج مجهود. لا يعني لو شالولو دوت ولا شالولو دوت شالوليلي ماشي. ده لو ما كانش اتصاب هداف هداف الفرقة، ده لو ما كانش اتصاب كان ممكن هو اللي ياخدها. بس هو ادوا بيرسيتاو كابتن على نهاية الموسم، واللي شفعه الأكتر ابن عم موسيبي برضه من جنوب افريقيا. يعني حتى احسن لعيبه كابتن يعني حكيمي، يعني وانت مغمض حكيمي. اللعيب بتاع نابولي ده لعيب جامد جدا وبتاع حاجه جامده جدا ماشي. بس انت كانجازات حكيمي وحكيم كسبان دوري فرنسي وكسبان رابع العالم. يعني انت اديت قبل كده لميسي اخر حاجه احسن لعيب في العالم عشان خد كاس عالم ماشي اوكي. انت صلاح عامل ارقام قياسيه وي وي، لو مش هتدي حكيمي يبقى هتدي صلاح. انما معلش نيجيريا دي كانت بعيده قوي، فانا حسيت ان الراجل وهو بيسلم بيطبطب على ايده بيقول له ايه كتر خيرك على مجيتك، لان صلاح وحكيمي ما جوش. اوسيمين برضه كسبان دوري ايطالي مع نابولي وهداف الدوري الايطالي وهداف نيجيريا. ما هي الحاجات دي بتتوزع على الحاجات القاريه. نيجيريا كانت بعيده في الامم الافريقيه، المغرب رابع عالم، مصر لعبة نهائي يعني. كان صلاح او حكيم الراجل من 33 سنه من ايام مارادونا. طب هو ولا حكيمي الراجل؟ لا هو في الحكيمي
يعني فرد من ضمن المجموعه كانت مميزه في في المنتخب. لا هو خلاص لكن هو ايوه ماشي، لكن هو كجهد في اللي عمله في فريقه وتواجده وصناعته للفارق، انا من وجهه نظري هي وجهه نظر شايف هو اللي يستحق الجائزه عن حكيم. وصلاح السنه دي بكل امانه احنا بنتكلم على السنه اللي فاتت ما عملش ارقام تخليه ياخد المركز مركز ليفربول، ما يعني ما عملش حاجه مع ارقام. ما انت انت ما بتاخد هو ما انت مش بتاخد بس هو وصل النهائي، ما انت بتاخدش يا استاذ محمد، ما انت بتاخدش على ارقام فرديه، انت بتاخد على مجمل ادائك مع الفريق. وزي حكيم محقق الدوري الفرنسي ومحقق ده، بس انا شايفه ان هو ده مجهوده هو وادائه هو اللي قدر ان هو يحقق يستعيد نابولي من بعد 33 سنه من انطفاء نجمه، ان هو يحقق بيه الدوري وهداف الدوري الانجليزي ومسجل الاسف الايطالي. طبعا ادى للنادي حاجه يستحقها تماما، المنتخب يعني ياسين بونو حد يقدر يتكلم رابع العالم يا كابتن الكراكي حد يقدر يتكلم بونص بيدي بونو يترشح كمان من احسن لاعب ما شاء الله احسن حارس على الاداء المميز بصراحه السنه اللي فاتت في كاس العالم. يعني انا حكيمي او صلاح انا مع الكابتن عبد الجليل. يعني الجوائز يا كابتن زي ما حضرتك حتى الترتيب حتى على الترتيب التوزيع بتاعها يعني حاسس ان طب انا هاخد من الكابتن عبد الجليل لما قال لي فاكر واحنا بنتكلم ويقصد لما كنا بنتكلم على بيرسي تاو قبل انطلاقه قبل انطلاقه الموسم اللي فات كنت انا اقعد اقول له بس الولد عنده قال لك يا كابتن ده بيسبس ناو قال لي كده اقول لك قدامه لكن بمرور الوقت قلت لك لعيب كويس بس مش سوبر. بمرور الوقت هو كمان كابتن عبد الجليل غير رايه طبعا هو كده بقى سوبر هل ده نموذج سنه كامله حلوه يبقى سوبر هل ده نموذج بقى للعيبه يحتذى بيه اللي هو انت كنت بعيد جدا خاتم الموسم واديك بتحصد افضل لعيب في القاره هو طبعا النموذج ده اللي هو كان بعيد واللي لا هو بس خلي بال حضرتك برضه عشان نبقى بالامانه هو جاي بس الاصابات يعني وصلت لدرجه ان احنا كنا نموذج فكره ان هو كان ماشي كل الكلام انه ماشي ما تنساش برضك ان هو كان جايز محمد كويس بس هو لعنه الاصابات طولت معاه لدرجه ان احنا كنا نقول يعني ده ازاي ده جاي مصاب ازاي النادي الاهلي بيضم لاعب مصاب خد فترة طويلة بيلعب ماتش ونقول خلاص الماتش الجاي خلاص بيرسي ايوه هو جدع ان ازاي رجع عن الاصابة انا بقول لك كده طب ما انا متفق ايه رجع ازاي النموذج الثقة لما تروح من اللعيب ما بترجعهاش بسهولة ما انا ما اعترضتش انا بقول لك الراجل رجع لما حط رجله في الملعب يعني تقدر تدي النموذج ده لصلاح محسن تقدر بيستحق لا انا عايز اتكلم على صلاح محسن جدا الراجل صراحة انا شايف ان هو برضك يستحق عن جدارة لان هو كان لاعب مؤثر في النادي الاهلي اهدافه كانت مؤثرة اللي بنساهم بنسبة كبيرة في الخمس بطولات اللي النادي الأهلي أخذ عليها النهاردة لقب الأفضل في أفريقيا كان بيرسي تاو شريك فيها نجاح ويستحق عن جدارة إن هو ينال أفضل لاعب داخل القارة. أنا بتكلم يبقى النموذج للعيب طبعًا. طبعًا. اللي هي الكرة دايما نقول فيها متغيرات يا كابتن فيه طبعًا. يعني انت ممكن لعيب انت تقول خلاص ده مش هيكمل هيمشي فجاه يختم مكسر الدنيا ثبات مستوى ولا بعد بص لو ولا هو كتب بقى. ولا عمل حاجه هو عاز ادى في الملعب لذلك انا امبارح صلاح محسن لما حط ابراهيموفيتش ستوري على السوشيال ميديا وبيقول انه اللي يصنع الفارق ده مهم جدا كان ابراهيموفيتش كان بيقول كده وحاطط الستوري ده فقلت له صناعه الفارق مش بالستوري صناعه الفارق في الملعب طبعا لا وده يعني يكون عندك القدره اللي ابراهيموفيتش بيعملها اللي هو لما يبقى عنده صليبي يرجع يصنع الفارق ما هي اللعيبه في الاخر اللي هي مش قادره تدي في الملعب بقت حريفه في البوستات والحاجات المهم دي المهم الملعب لو انت خدت فرصه كم مره انا من ضمن الناس واحد يعني كنت متوقع على الكلام اللي انا سامعه انا كنت قلتها هنا كذا مره انا اتوقع انه كنت تقول الحصان الاسود وفرس الرهان السنه دي لكولر كنت بقول مش هيبقى مودست ولا هيبقى كهربا هيبقى صلاح محسن انا كنت شخصيا مراهن عليه على اللي سمعوا عنه ولعيب ورجعه حتى لو فاكر ان هو كان مثلا الاول كان عقبه بيمشي بالاهلي مرتين ويرجع كان الاول وكان عقبه الاحتياط يا استاذ محمد يعني ما كانش برضك حتى في بدايه الموسم بعد كده يدخل والناس بتتكلم عنه فده في المعسكر واحد قال لك لا يعني لعيب زي ده جاته الفرصه هيمسك بيها بايديه واسنانه استحاله يفرط في الفرصه المره دي لكن للاسف خذل نفسه قبل ما يخذل اي حد وصلاح محسن خذل صلاح محسن لانه اكتر واحد تم الحديث عنه بدايه من ان هو كان السبب في ارتفاع الصفقات والحديث عنه وراح ورجع الاهلي فهو اكتر واحد خذل نفسه واضاع الفرصه من ايده بصراحه صلاح محسن. طب هنختم بقى الكلام بالجول بتاع الكهرباء بما ان انت راجل كنت هداف قدير برضه يستاهل كل خير احلى هو جول في المحل يا كابتن عبد الجليل اكون في المحل بس بقول لك ايه الجول بقى هتقول لنا الجول كده يا جماعه وكابتن عبد الجليل لا والولد يستاهل ده خلاصه التكريم بقى بعد اللي عمله فربنا بيكرمه لان في جوان تانية في العشر جول حلو قوي الميزه كابتن ان هو بعد ما خدها من فوق الولد اتأنى على الكوره بص ازاي لما تيجي من ورا من العالم خد بالك دي يا كابتن ببطن رجله طبعا دي راكنها
لا دي ركنه ببطن رجله تتحط كده يا كابتن من هنا من على خط ال 18 دي مش سهله. لا الاولانيه صعبه ودي اصعب. ان انت تركن ببطن رجلك لو هو ازاي كانت بوش رجلك كده اهو برافو عليك او كده اهو انما هو بطن رجله ودي مش اي حد يا كابتن. الحساسيه بتاعت رجله ان هي تيجي في الحته دي بالظبط. فمن الاجوان الحلوه هو ايه لمح الجول طالع عليه يعني طبعا عشان انا لو اتعادت من ورا يا ريت العاده عشان كده بص على عينيه وبص ازاي بيركنها ببطن رجله. هو لا اتعزم ولا لان هو بص على الجول لقى الجول هناك مفتوح. هو لو واقف كان بوش رجله صاروخ. لا الجول فضل واقف زي الجول اللي جابه برضه رجعت له راح حاطط بوش رجله في نص الجول. لا ده هو بص بعدها لو اتعادت من ورا هو بص على الجول الاول لقى متقدم راح حاططها له في الحته بدا يروح له خطوتين بص هي هتبان من هنا يا كابتن بقى. بص عينيه ازاي هيرفع عينيه ازاي بص هيبص ازاي الاول لما كمان الاول الكره خدها ازاي الخطوتين اللي خدهم الجول طمنه هو عارف ان هو برضو ده قرارات بس عشان الناس تبقى فاهمه يا كابتن وانت راجل لعيب كبير دي قرارات في اجزاء من الثانيه في ثانية. يعني مخك في جزء مش هقول لك على حاجه والله يا استاذ محمد اجزاء من الثانيه وهي بتتلعب الكروس هو عارف هو هيرقص ازاي يعني لما بس وش او بطن رجله ده قرار خده لا دي بقى دي هو خد القرار على طرفة العين دي بالظبط لما لقى الحته فاضيه دي راح حاططها ببطن رجله. الجول حلو يستحق انما هو جدا لا يستحق وجول محمود صابر برضو اللي كانوا حلو بس ده يستحقها لان وجول محمود صابر تسديده وخد بالك ان كهربا هو مع اوافق الاستاذ بليغ مع بيرسيتاو في الناس اللي هم انجزوا في النادي الاهلي في الخمس بطولات يعني كهربا كهربا كمان بالذات لو كهربا الميزه برضو انه كان جاي من بعيد وناس كلها كانت تقول لك ازماته وكهربا الناس كلها يقول لك مش جاهز بدنيا ومن فتره مش متواجد وغايب لفتره طويله بصراحه رجع يعني زي ما تقول ربنا كان يعني مؤثر وكان طبعا كان ليه دور مؤثر وكان ليه دور طب وصنع الفرق مع الاهلي صح في الخط الهجومي. خلينا هرجع لكاس العالم للانديه بكره الافتتاح اتحاد جده واوكلاند سيتي الماتش بكره ان شاء الله. عايز اعرف منك بليغ هو الماتش بكره الساعه كام يا شباب؟ 8 بالليل على ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه والكسبان هيقابل الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. المباراه هتكون الاهلي مع الكسبان من ماتش بكره الساعه 8 برضو هيسبقها مباراه ليون المكسيكي مع اوراوا الياباني الساعه 4:30 ده بتوقيت القاهره طبعا يوم الجمعه. لكن الماتش ده شايفه ازاي؟ يعني اتحاد جده فريق عنده محترفين 10 واسماء ضخمه جدا لكن انا شايف في نغمه كده الناس قلقانه من ادائه في الفتره الاخيره. هل مواجهه اوكلاند سيتي في انتفاضه لنجوم اتحاد جده في رايك؟ طب انا هاخد من كلام كريم بنزيما النهارده في المؤتمر الصحفي وان النهارده الراجل حتى يعني قبل ما اتكلم عنه اشاد بالنادي الاهلي قال لك انا فاكر النادي الاهلي كويس قوي النادي الاهلي لعب قدامنا ماتش قوي جدا 5-2 وكان وكان خصم عنيد وكان خصم قوي في المباراه ومتذكر المباراه يعني جيدا. الراجل برضو عامل حساب للنادي الاهلي وبيتكلم عنه كويس. النادي الاهلي برضو السنه اللي فاتت رغم ان الخساره الفارق ده الاهلي قدم ماتش قوي قدام ريال مدريد. اعتقد انه النادي الاهلي لو ظهر بنفس المستوى اللي ظهر بيه السنه اللي فاتت واستغل الفرص اللي بتجيله هيحقق نتيجه افضل بكتير من حققها السنه اللي فاتت. طب خلينا نبدا بماتش لكن بكره لكن خلينا نتكلم عن كريم بنزيما. هو الراجل قال لك احنا نعترف انه حتى الان لم نقدم المستوى اللائق بحجم النجوم الموجوده في الفريق واحنا كانت نتائجنا وحشه. نفس التصريحات يمكن قريبه من تصريحات لعيبه الاهلي اللي قال لك احنا البطوله دي فرصه لصالح جماهيرنا فرصه نحقق حاجه لجمهورنا. والراجل اتكلم على اوكلاند اوكلاند سيتي خلي بال حضرتك فريق مش سهل يعني فريق هو عميد الانديه العالم مشارك في 11 مباراه ومحقق كمان قبل كده ميداليه برونزيه في 2014 في المنطقه بتاعتها 11 دوم الدوري هناك فرقتين لا بس هو برضه بياخد اول وتاني حقق ميداليه برونزيه برضك في سبق يعني في كاس العالم زي انجاز النادي الاهلي مره كده اتحاد الجده تاني مره يشارك بعد مشاركه في 2005 مباراه طبعا خلال كل امانه الناس برضه يعني ليها طبع خاص بين الفتره اللي فاتت الناس اتكلمت عن الدوري السعودي وقوته والناس بدات تقارن بينه وبين يعني تقدر تقول انها مضمونه لاتحاد جده؟ لا طبعا ولا نتائج اتحاد جده عامله نوع فريق لا هو خلي بالك هيبقى عشان كده جمهوره تعرف فتحوا التمرين انا اقول لك خسر من ضمك السعودي ايوه فتحوا للجمهور التمرين عشان الجمهور يخش يحفز اللعيبه في التمرين وهيبقى ماتش مجهد ودي مهم وهيبقى ماتش مجهد للنجوم برده مش هيبقى نزهه استعدادا للماتش الجاي صعب لا ماتش صعب وهيبقى ماتش مجهد للعيبه بتوعه. وخلي بال حضرتك زي ما انت اتكلمت يعني انت مثلا سواء حارس المرمى مارسيلو او عندك خط الدفاع في حجاز طبعا اكيد هيعود في احمد مسعود والشنقيطي وفي عندك كانتي وفابيانو وجوتا وفيصل غامدي
وبنزيما مجموعه من الاسماء. يعني انت لو اتكلمت على سواد تخض، فالله يكون في عون طبعا اللي يعني اعتقد ان هم يتخطوا اوكلاند، بس هيبقى ماتش مش سهل، وهيبقى ماتش اجهاد ليهم كمان قبل ماتش الاهلي، لان هم حمد الله ده روح داهيه برضه الفيرود ده هم المغربي. بقى لهم فتره ناس جايه من الاصابات، اخر واحد رجع حمد الله دوت امبارح واتمرن وبيجهزوهم، والنغمه اللي ماشيه ان الاداء فعلا وحش هم فانا اعتقد ان ماتش اوكلاند مش هيبقى سهل، ولكن الاتحاد هيعديه، يعني هيعديه ب يعني بسكور، وهيعمل ماتش لان الاتحاد اقرب ان شاء الله يعني. بكتير اكيد، بس هيبقى ماتش صعب وهيجي له يعني هيبقى هل اوكلاند ممكن يعمل مفاجاه؟ لا هيجهده، لا لا, لا, لا صعب جدا، لان صعب الاتحاد يخسر بالدور الاول على ملعبه. البطوله بقى يعني البطوله برضك يعني هت مش هيبقى لها طعم برضك بالنسبه لل لا 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 ما هو الوداد البطوله اللي فاتت في المغرب خرج لا هي عكس كل التوقعات الجماهيريا هتحضر، بس انا بكلمك ما هيعوضها بقى الاهلي موجود الجمهور المصري ان شاء الله، بس هي برضو حته بتبقى للاتحاد، اصل هم جايبين لعيبه كتير وصارفين كتير ومجهزين لكاس عالم انديه ده من فتره تقديم طويل. يعني تقديم الكره التركيز في اوكلاند طبعا التركيز يعني في اوكلاند اكثر من الاسماء دي لسه اتحاد اول مره ما دخلش للشكل اللي متوقع له، يعني حتى ما تشوف سجل خسائر السنه دي خسران 5-6 ماتشات، يعني خسران من الهلال مرتين وخسران من الشباب وخسران من النصر وخسران من كل الانديه الكبيره اللي قابلها. كابتن اول ما اللعيبه تمشي المدرب اعرف ان الفرقه دي مش هتقوم لو جابوا مين، وحصلت قبل كده مع فرق كتيره. هو المدرب مشي برضه عشان نتائجه وحشه مش بس لا لا برضه كان خلاف مع بنزيما وخلاف مع كذا، الراجل ده جايب لهم الدوري بعد بنزيما يقعده ايه جاب بنزيما بتديله اه بالظبط كده وتقعده. لا انا معاك انا معاك ما تنساش حاجه برضه احد الاسباب دي، فاي مدرب هيجي هيبقى عامل حساب للنجوم دي، لان كمان نونو سانتو كان عنده مشكله مع حمد الله، حمد الله عندهم هو حمد الله عامل مواسم ضخمه جدا جدا بصراحة. فعندهم حاجه زي بنزيما المدرب الجديد خسر من ضمك 3-1 الجديد كابتن التوليفه اللي عندهم مش اي حد يعرف لسه لغايه دلوقتي ما ركبتش يا برافو عليك. بس خد بالك من حاجه، اصل انت بنزيما جاي اللعيب جاي واقف على رجليه ولعيب كان احسن لاعب في العالم نفس السنه وراجل محقق السنه اللي فاتت وكانتي واقف على رجليه والبطوله فاللعيبه كابتن ازاي تلوم فكرك مدرب ان هو ما يستفادش فيها طبعا، فبقول لك لا فلعيبه يعني مش يعني ده رونالدو شوف رونالدو ريال مدريد لما كان معاه لسه برضك محتفظ ببريقه كافضل حد محترف. السعوديه المره دي بتنظر للمباراه دي هم حققوا الدوري على عالمي ان هو جاب نجوم العالم، لكن محتاج انجاز عالمي، فهم المباراه دي البطوله دي بالنسبه لهم مهمه جدا، ازاي باعاده تقديم الكره السعوديه اللي هي هتنظم كاس العالم، والناس ازاي هتشوف طبعا هتشوف على مستوى الانشاءات طبعا ناس يعني ملعب الجوهره المشعه ده حاجه رائعه يعني حاجه رائعه بتشارك في كل كاس عالم اللي فات كسبها الارجنتين يا جماعه بس برضه يعني برضه السعوديه طبعا فريق متميز، بس انا اقصد على مستوى الانديه المره دي يعني في الكرة السعودية برضك يعني في بالنسبة للنجوم والحاجات دي طبعا هيبقى لها تواجد، ولذلك ان مواجهة الاهلي برضه لن تكون سهلة، والنادي الاهلي مستوى سيء خلينا كلنا نعترف كده، يعني فكرة الروح والده مش لكن الاداء لا سيء مش موجود لا 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 الاهلي مستوى سيء الفترة اللي فاتت دي اي متراجع سيء على فكرة الاهلي وزي ما الزمالك بنقول سيء في فترات، ايه المشكلة الفرق بين سيء ومتراجع؟ لا متراجع انا اقل من مستوى العادي، انما سيء مش موجود الاهلي موجود، خد بالك الاهلي متصدر مجموعته في دوري المجموعات لغايه دلوقتي والتاني الدوري بس بس الاهلي متعادل ماتشين متعادل ماتشين ورا بعض ومتصدر مجموعته ما هو مع يعني مع هذا التراجع خد ماء يعني مع هذا التراجع استنى بس يعني خد ماء بقيه الماتشات انت بتقول الاهلي سيء صح؟ لا انا مش معترض الاهلي متراجع سيء الاداء ايوه بس عشان بس برضه مكتسح امال يبقى مش سيء يعني هيبقى ايه يا خلاص انت شيء مهم ما هي المشكله انت بتقول المشكله الزمالك لما نيجي بنتكلم اللي داخل لا انا لما نيجي بنتكلم بس في حاجه ان نقول اداء السيء لا الاهلي ما ينفعش نقول اداء سيء يعني متراجع ليه ايه دخل ايه دخلني لما اجي اقول لك اداء سيء تقول الزمالك ايه دخل الزمالك انت بتقول الزمالك وهو وحش لما يبقى فايق لا بعد اذنكم بس في حاجه لما نيجي نتكلم عن الاهلي لا يجب ان ادخل الزمالك
في الجمهور. لا ازاي؟ لا ازاي؟ ولما نيجي نتكلم على الزمالك ولا الاستاذ بليغ هنخش ازاي؟ لا ولا لما نيجي نتكلم على الزمالك لا يجب ان الاهلي يخش. يا اما اجي اقول مثلا الاهلي ليس متراجع، طب وش معنى الزمالك؟ او نيجي نقول مثلا الزمالك ما حققش، طب وش معنى الاهلي ما بنقولش؟ ما دي حلاوه الكوره. لا معلش والله العظيم في مصر اهلي الزمالك لما بيفوق بيخلي لنا طعم لما نكسب. طب وما ده مش علاقه بالفوقان، انما لما بكسب الزمالك هو مش انا قصدي لما نيجي نتكلم بنحلل في الاهلي لا يجب ان الزمالك ماله ايا كان المسمى، الاداء سيء، الاداء متراجع. لا قصدي ايه؟ لكن نتمنى. انت راجل صحفي كبير ودقه اللفظ تفهم فيها كويس جدا، انت بتفهم فيها كويس جدا. انا قصدي ازاي كان متمسك باداء درجه ثانيه. لو انت بقى هنخش في نقطه جدليه، انت متمسك اداء سيء يا فندم، متراجع في متراجع النت. متراجع يعني متراجع رقميا في 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 البطولات، غابت عنه البطولات، لكن الملعب الاداء سيء. لحظه واحده يا فندم، الاداء سيء في الملعب. خلصت؟ ما انا مش كابتن عبد الجليل هتقنعنا اصلا. انا الاهلي الاهلي ما اتغلبش، انا مش قصه بقنعك ولا تقنعني، القصه متراجعه. انا بتكلم على السيء ده اكيد هيتغلب. لا الاهلي كان هناك اعتياد على انتصاراته في افريقيا، فلما تعادل ماتش واثنين وثلاثه الناس اعتبرت ده، ما هو ده تراجع، تراجع في متراجع. تراجع في النتائج، لكن الاداء شايفه ايه؟ لا ما هو انا بتكلم على المستوى متراجع النتائج. على فكره الاهلي متصدر مجموعته في النتائج وثاني الدوري وليه ماتش زياده، بس خسر تعادلين ورا بعض. ما هو متراجع ما انا بقول متراجع. يعني انا بقولش مش صح، متصدر مجموعته. بقول ما انا بقول متراجع. ما انا بقول متراجع بس انا قصدي السنه اللي فاتت مش على السنه دي. السنه اللي خسران بطولتين في بدايتها يا كابتن، وبرده خدنا احسن تصدق. لا احسن ده على الموسم اللي فات، احسن دي برضه على الموسم اللي فات يا كابتن. انا ما بتكلمش انه الاهلي، بقول فريق يعني بس كلمه متراجع تعني ايه؟ اداؤه السنه دي مش مضمن لجمهوره. خلينا ناخد كلمه زي كده، هل دي فيها خلاف؟ اداؤه مش مضمن. حلو ماشي، وماله ده برضه مسمى. ده لفظ حلو. ما هو بص يا كابتن، لا اصل مش اصل الاهلي لما نقول متراجع او مش مطمن يا بليغ، في بعض الصواميل فكه الاهلي نربطها. الاهلي نادي عنده ليه كم ماتش لم ينجح في فكره، ما انا هكمل. ايوه عنده ذخيره موجوده صح، تمام. وعنده عدد كبير من اللعيبه في كل المراكز. حلو، يعني اذا كنت هنا عقد المقارنه غير الزمالك، يعني الزمالك عنده مجموعه لعيبه بس ما عندوش بدائل، الاهلي عنده مجموعه لعيبه ايه بدائلهم؟ فاذا هنا في صواميل احنا مفهوم. كلنا ما عندناش تفسير ولا تبرير لهذا التراجع، مش كده؟ اللعيبه وعندك صفقات وجبت، اعداد وعملت، ما اعرفش ايه، واشتغلت طياره خاصه وبتروح، معسكرات وبتعمل وشياكه وبتلبس وشياكه كل حاجه متوفره لك. فعشان كده بتكلم على الصواميل دي. الموسم ده بعد النادي الاهلي ما انهى موسم تاريخي، كان جمهور الزمالك الاهلي ينتصر انجازات غير معتاده، كل حاجه متوفره. انت النهارده بدات في النادي الاهلي، كان انت حد شهر واحد. طب الجمهور لما يطمح في كده، طب شيء طبيعي. انا بقول لك على النادي الاهلي ده، انت ضايف كمان رضا سليم على الفرقه، وضايف امام عاشور، بس انا بقول لحضرتك طبعا، وراجع كريم نيدفيد وجايب صلاح محسن، تلاقي صلاح بهذا الشكل، تلاقي اصابات لكريم نيدفيد، تلاقي رضا سليم يجيله الكسر، تلاقي المدرب بيعمل حاجات غريبه السنه دي. انا دايما بتكلم على الاهلي في حاجه، ان جمهوره السنه اللي فاتت مع نهايه الموسم ما كانش ينظر لا لافريقيا ولا الدوري المحلي. بالنسبه له الاهلي وصل لدرجه ان هو جمهور النادي الاهلي ان هو مستني في كاس العالم ينافس، كان داخل على بطوله السوبر الافريقي، واللعيبه ما بتتكلمش هتعمل ايه في الماتش. اللعيبه بتتكلم هل المشهد ده بقى وهنحتفل ازاي. طب هل اللي عايز اوصل له هل المشهد ده مشابه الاتحاد جده؟ نفس الفكره اللي هو جابوا بنزيما الجمهور بقى على الجمهور بقى، كانتي جاب ما اعرفش مين مين ما رضاش طموح الجمهور، والناس مستنيه بقى وبطل الدوري، يعني هو حامل لقب خد بالك، ومش من غير بس متراجع السنه دي، فحاطين رجل على رجل ومنتظرين موسم برضه طبعا. في حصل تراجع عظيم جد فجاه ده بالظبط تراجع. انا قصدي التشبيه ده بالظبط، فجاه الاتحاد جده مش هو اتحاد جد، فالناس برضه هناك مش فاهمه. يعني مدرب نونو سانتو ده كان مدرب كبير أوي. ده مدرب مش قليل مع الذخيره اللي جت، ده اكتر فرقه ضمت نجوم كان نجوم كاسماء هي اتحاد جد، صح ولا غلط؟ أيوة. فانت بتتكلم في اسماء عظيمه جدا، ده قصدي. هل هذا التشابه في الفكره، هذا التراجع اللي طرأ فجاه اتحاد جد وطرأ فجاه الاهلي المصري هيتعوض؟ وتضيف عليهم جزئيتين، لا الجمهور ده راضي عن فريقه ولا الجمهور ده راضي. والاهم بقى ان انت النهارده بتتكلم عن الكره المصريه والكرة السعودية، هل الكرة المصرية لسه محافظة على مكانتها وقدرتها على مواصلة تحقيق الإنجاز، ولا الكرة السعودية انتفاضة مين أكثر؟ ده السؤال بقى، مين يقدر في رأيكم؟ احنا خلاص بنقول بنسبة كبيرة إن شاء الله اتحاد جدة بكرة يكسب أوكلاند سيتي إن شاء الله بإذن الله، لأن احنا كمان عايزين نشوف ماتش حلو بين الأهلي واتحاد جدة.
لا انا هزعل والافضل يكسب باذن الله. الماتش ده انتوا شايفينه ازاي في ظل التراجع هنا والتراجع هنا، عدم رضا الجمهور هنا وعدم رضا الجمهور هنا، الاسماء اللي هنا وعلى مستوى بتاعنا حتى الاسماء اللي هنا اللي جت في الاهلي برضو اسماء تقيله. دوافع لعيبه الاهلي اقوى. انت بقى شايفها ازاي وعشان اخد بليغ. دوافع لعيبه الاهلي اقوى بكتير. ان اللعيبه اللي موجوده في اتحاد جده حاسين بالمسؤول، بس من ناحيه الجماهير لسه ما ارتبطوش بالجماهير قوي. اللعيبة دي برضو محترفة قوي، لو ما شدوش حيلهم في بطولة زي دي وراحت منهم أو حصل حاجة هم الحاجات دي ما عندهم ما بتفرق. إنما إحنا كمصريين أو كالنادي الأهلي بالذات يا كابتن، دايما الانتفاضة بتبقى اللعيبة بتبقى وهي بتلعب حاسة بجماهيرها اللي في مصر وجماهيرها اللي في الاستاد في السعودية، ولما ترجع وإزاي ما حققش نتيجة. فأنا بقول إن دوافع الأهلي والاهلي برضه يا كابتن لما بقول لك بيدوس بنزين شويه بيفرق وبيعدي على اي فرق. يعني انت متوقع انتفاضه الاهلي تبقى اكبر في الملعب؟ اكتر بكتير ان شاء الله. بليغ؟ لا طبعا الدوافع الكابتن عبد الجليل شايف انه الدوافع النادي الاهلي، لا طبعا الدوافع اول حاجه حتى على مستوى اللعيبه هم هياخدوا مكافئات برضه، لو كان الاهلي بياخد مكافاه يعني اللعيبه مثلا دي 10 او يعني بيتزاي بياخد 100 مليون يورو بياخد ما انا بقول لك اهو بياخدوا ارقام يعني إن كان ارقام. كان عندي خبر بيقول كابتن خالد بيبو قال لهم الخصومات لا تتناسب مع اللي بتاخدوه، يعني بياخدوا يعني بالنسبه لقياسا ما هو برضه انا بقول لك انا بتحكي على الدفع شايف ان ده ولا حاجه الدفع للعيبه الدفع للعيبه ما انت هتسمع ارقام برضه يعني خياليه في المكافئات. انما دي اول محك للدوله. انا بديك اول حاجه، انا بديك حاجه اتحاد جده تاكيدا لكلامك برضه في النقطه، ان ده اول محك عالمي للنجوم دي دلوقتي بروح الدوري. خد بالك يعني اول مره كريم بنزيما هيلعب بقى كاس عالم انديه والدنيا كلها هتشوف واغلب اللعيبه متفقه معاهم عشان كاس عالم. الهدف الاساسي اللي برضك اللي كان للتعاقد من اللعيبه دي هو كاس العالم، فهو هناك الجمهور والاداره بتراهن على الحدث ده، واللعيبه برضو عارفه انها جايه الاهم حاجه بالنسبه لها الحدث ده، وانها فرصه تعيد نفسها اظهار نفسها تاني في اوروبا، ومن خلال الماتش اللي هو النهارده في حال طبعا لو فاز على الاهلي فخلاص هيبقى ايه الاهتمام اكتر، سواء في بعد كده لو وصلوا للربع النهائي لنصف النهائي او النهائي. فالدوافع عند اللعيبه كبيره بالاضافه للجمهور السعودي عامل الارض عامل الجمهور، ففي دوافع كتيره. المين الافضل من افضل هو لعيبته تستعيد مستواها وقدرتها على انهاء صناعه الفارق، اللعيبه تفوق في الملعب تاني سواء اللعيبه دي او دي، بس انا اخشى ما اخشى ان هم يفوقوا اكتر لان هم طبعا عامل الخبره وعامل الاسماء هيكون ليهم لصالحهم على النادي الاهلي. طيب في ظل الاسماء اللي قاعدين نقولها والنجوم الكبار بتوع الاتحاد جده والاسماء العظيمه، رئيس النادي في انترفيو لي لسه من شويه يعني الحقيقه على قناة SSC السعودية طبعا، فبيتكلم عن نقطة التحول في اتحاد جدة اللي تمت اللي ترتب عليها بقى الفوز بالدوري وظهوره بقى في كأس العالم للأندية دلوقتي. يعني كان قال ايه؟ التعاقد بأحمد حجازي شفت عنده بنزيما وعنده كانتي وعنده نجوم كبيره ما كانوش موجودين السنه اللي فاتت. قال لك نقطه التحول بتاعتنا احمد حجازي لما جينا نضم ما كناش مصدقين ان ممكن لعيب متالق كمان مع ويست بروميتش الفرقه بتاعته، وحجازي كان من ضمن اللعيبه المهمه في الفرقه، وانه يجي على الدوري السعودي وقتها يعني كان في يعني تسيب دوري الانجليزي وتروح الدوري السعودي. كان البدايه دي. قال لك ان احنا كان في اوضاع سيئه، وان هم وهو راجل بيقول رئيس النادي الحقيقه السيد انمار الحقلي قال ان هو حتى لما قال للناس هناك اللي هم يعني معاه نائب رئيس النادي ومع مدير الكوره حامد البلوي قال له بيقول انا كنت قاعد معاهم فبقول لهم لو ضمنا حجازي فلو احنا مش مصدقين مش ممكن ده يحصل، هو بيقولوا له يعني سيب الدوري الانجليزي ويجي ان هو مستحيل يجي ولو جه هنرتاح جدا جدا لكن مستحيل يجي. وقال ان هو بيفوض حجازي قال له يعني احنا عندنا ازمات ماليه، خد بالك سنه 2020 وان المرتبات عندنا ممكن تتاخر 5 شهور 6 شهور 7 شهور. ايوه كان في مشاكل في اتحاد جد لما دخلوا صندوق السياده السعودي دلوقتي الدنيا اختلفت طبعا. كان في مشاكل جامده قال لك تحمس وقال خلاص انا جاي وقال وبيقول شوف رئيس النادي بيقول انا فخور ان انا بشتغل مع حجازي، فخور ان انا رئيس نادي بيلعب لي احمد حجازي ومهما اتكلم مش هديله حقه. طب انت لو فاكر از محمد لما اتصاب وقال لك ده هو ممكن يمشي وفي موسم الانتقالات ومش هيكمل، الجمهور قلب الدنيا هناك يعني حتى الجمهور مقدر لحجازي
السنه اللي فاتت والنادي كابتن ادوا له شرط الكابتن والنادي طبعا وشرط الكابتن ولما رجع بمجرد ما عودته بره كويس الراجل ده محترم ان يقول كده يعني طبعا قال لك اول ما جه السعوديه وده حاجه تساعدنا احنا كان عندنا ماتش مع اهلي جده وبيقول وطبعا ده ديربي هناك اتحاد جده واهلي جده ديربي جامد جدا قال لك ان حجازي اصر يشارك من غير ما يلعب ولا تمرين ما اتمرنش ولا تمرين انا فاكر اول ماتش ليه فاكره اه طبعا وكسبه بيقول احنا كسبنا 2-0 عمر السومه كان هداف كبير جدا وقتها مع اهلي جده وما قدرش يعمل اي حاجه بسبب اداء حجازي انا فاكر الماتش ده كانت الانطلاق يظل حجازي طبعا ونتمنى ان شاء الله نستعيد مستواه عشان كمان على طول المنتخب محتاجه يعني يستعيد مستواه لا قبل الاهلي عشان اوكلاند ما يسخنش علينا ماتش اوكلاند بعد ماتش الاهلي من بدري تقدر تقول توقعك الاتحاد والاهلي الاهلي 2-1 ان شاء الله احنا معتبرين الاتحاد كسب بكره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني لا هنزعل قوي اصل عايز العب الاتحاد يا كابتن عايزين نستمتع بماتش حلو نستمتع بكره حلوه جماهير مع بعض حلوه مناوشات قمه مصريه سعوديه بالظبط كده وفي الاخر هنسحب والماتشات بس حلوة احنا عايزين انتوا كلاعيبه حتى لما بتلعبوا الماتشات دي الامور مختلفه الماتشات الكبيره دي جدا جدا يا كابتن وبقول لك اللعيب بينزل يا كابتن عارف الجماهير اللي في مصر مستنيه وجماهير اللي في استاد اكتر من اللي في مصر لان احنا هم دايما يقولوا لنا انتوا بتلعبوا وبتروحوا احنا اللي قاعدين هنا في الدوام وبنتقابل معاهم اصلا دايما برضه مصري وسعودي مصري وجزائري مصري ومغربي عارف انت اللي قاعد عندهم هناك لو كسبت بتبقى ماشي رافع راسك لو خسرت لازم هيحفلوا عليك بس بتبقى بحب يعني هناك وكده واحترام انت ليك توقع؟ وانا لا يشغلني بصراحه النتيجه فوز الاهلي او خسرته انا شغلني ان انا الاهلي يقدم صوره انه لسه الدوري المصري والكره المصريه قادره على الامتاع وقادره على تقديم مستوى جيد اما النتيجه انا اتوقع ان هو يعني صاحب الارض ان هو يكون الفرص الاكبر حظوظ اكبر في مواصله مسيرته في كاس العالم شكرنا بليغ بس انا بس عايز انا ترجم انت هتجد يكسب يعني. وعايز يقول كده في الاخر بس هو شكر في الاهلي شويه وقال لك ايه طبعا وحظوظ هو بس خد بص بدل ما يطلع على الساحلي وحودنا صلاح لف من المحور يعني خد بقول لك اهم حاجه نتمتع باداء الاهلي في يكشي لجنه تمسكك قال لك المحور الله ماشي قال لك نتمتع بس هتجد يكسب كلام كلام منطقي واقعي ويشرف الكره المصريه وبتاع. احنا على فكره الاهلي بيعتاد دايما يبقى ضد المنطق نتمنى ذلك نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم خمس انتصارات زملكاويه متتاليه مع كابتن معتمد جمال وماتش بظنه في الدوري صعب طبعا النادي المصري كابتن عفت نصار قال لك الماتش ده مش قادر اقول مين ممكن يكسب يعني 50-50 من وجهه نظره هو بصراحه اقوى هل ده اختبار قوي؟ اقوى ماتش طبعا يعتبر يعني حتى اقوى من ماتشات الكونفدراليه وخلي بالك برضه زي ما قلت لحضرتك ان الزمالك اقوى من بيراميدز اقوى من لا لا انا بقول لك في الماتشين الاخرين في الكونفدراليه جاب خمسه انا بتكلم على اخر ماتشين في اخر ماتشين في الكونفدراليه الماتش الزمالك هو المصري اقوى منهم وخلي بالك لحضرتك الجمهور ما كانش راضي يعني رغم الفوز الماتش اللي فات لكن الجمهور كان زعلان من الاداء واعتقد ان الكابتن المعتمد الماتش الجاي ده هيحدد بالنسبه له حاجات كتير لان الكابتن المعتمد للاسف الشديد الناس بتعامله بالقطعه يعني مضى العقد مضى كمدرب مؤقت حتى العقد مكتوب فيه مدرب مؤقت وده عشان خلاص لا مش مش الـ مش الـ مش الاداره انا بقول الجمهور بيتعامل مع الكابتن بالقطعه على حسب الاداء لان هو برده في الكثير يرفض فكره ان هو يعني يستمر على راس القياده الفنيه بصفه دائمه يعني ان هو الناس كنا يفضل انت رايك ايه؟ انا بصراحه كنت افضل لان الكابتن المعتمد جاي في ظروف صعبه هو ممكن يتولى المسؤوليه وقادر عليها لكن في ظروف ما يبقاش لا دلوقتي صعب. بعد الخمس ماتشات لا انا شايف ان هو الافضل كان يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي لا دلوقتي على الارض يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي واستغلال فتره التوقف الدوري للتدعيم بصفقات مميزه ويكمل لا انت موافق انه بعد طبعا. خمس ماتشات الراجل كسبان بيراميدز وصل فاينل كاس وتقريبا وصل الدور الثمانيه في الكونفدراليه كسب مودرن فيوتشر ورجع تاني يظهر في الدوري يعني بدا يخش تاني تفتكر الكلام يا استاذنا احنا قلنا اصلح واحد للفتره دي مفيش فلوس ومفيش فتح ويلم بتاع حد من ولاد النادي ربنا كرم بمعتمد لا يعني يكمل طبعا وحته فكره مدرب لازم مدرب اجنبي بس اول الموسم بقى يعني يكمل كابتن معتمد الموسم ده كابتن الراجل بيكسب الاداء ده هيجي بعدين الزمالك كان اداء عشان يعد ويبني طب خلي بس بدل جاي المدير الفني الزمالك لا كان اداء ولا كان نتيجه
طب دلوقتي بقى في نتيجة ماشية، مكسب بيجيب مكسب، الأداء هيجي بعد كده. بس أنا كنت محتاج الزمالك، ياما لعب ماتشات كويسة بس ما كانش بيكسب، محتاج الزمالك يكسب دلوقتي. وأنا أعتقد ماتش المصري صعب، بس ثقة اللعيبة رجعت لنفسها. أنا سامع عفت بيقول لك شلبي، لا إحنا مش محتاجين رمضان صبحي. لما يوصل لجمهور الزمالك إن شلبي عندهم حاجة بقت كويسة، بيجي للولد، فالولد يدي اللي هو مصطفى شلبي اللي عارفينه بتاع إنبي. بس انا طبعا معترض، لان رمضان وقبل اصابته كان بدا يبقى كويس كده. انا بقول لك هو شغال كويس، بس طبعا ما في يعني ما تقارنش رمضان في حته تانية. يعني رمضان مكسب لو راح فعلا. فالزمالك انا فرحان بكده، وانا بعتقد ان معتمد لا يكمل. مؤمن سليمان كمل قبل كده، خالد جلال مسك قبل كده. ميزه الزمالك ان بيدي كانت التجربه ما اكتملتش، انه كان عليهم ضغوط، كان عليهم ضغوط جماهيريه ومن الاداره وناس كانت بس دلوقتي برضه كانت مراحل انتقاليه. الاداره برضه اختلفت دلوقتي. انا متمسك برايي ان هو بصراحه الافضل مدير. طب ليه ما يكملش كابتن معتمد؟ انا بقول لك اهلي والزمالك عايزين مدرب اجنبي، بس الفتره دي ما ينفعش اجيب مدرب اجنبي وتقول لي فتره التوقف 10 15 يوم مدرب اجنبي هيجي يقلب لك الدنيا تاني. الراجل معتمد عارف ومشته اشتغل والدنيا استقرت. ده مكانه وده الدنيا استقرت ومشيت، لان كل واحد لعب في مكانه. وانا قلت لك مستوى الاهلي والزمالك لو بنصهم هنا في الدوري شغالين بيبان، يعني اسم الزمالك او الاهلي بيبقى بيدي قبل الماتش والله 30 40% انت مكسب بالاسم. بس اللعيبه بقى فايقه نص حالتها، بيعدوا فرق كتير، فده اللي حصل للزمالك. طب هو الكابتن عبد الجليل بيتكلم يقول لك لازم مدرب اجنبي، ففكره انه المبدا انه قائم مدرب اجنبي هو لازم. بس بقول لك مع بدايه الموسم، ما انت بقى الفكره المبدا قائم مدرب اجنبي والتجارب السابقه مع الاهلي والزمالك دايما ان هو اللي بيقدر يكمل مع الفريق بيبقى الاهلي والزمالك المدرب الاجنبي، وبتبقى تجارب مؤقته وما بتكتملش. فانا اخشى ما اخشاه انه الكابتن معتمد جمال، يعني ان شاء الله اتمنى له كل التوفيق، لكن يبدا يتعثر في وقت كنا هنرجع نندم بتقول لك طب ليه ما بدرتش، ليه ما جبتش مدير فني اجنبي، ليه كان في فرصه. اتمنى انه نادي الزمالك يكمل بمستوى كمان ويتحسن. استاذ بليغ ما بدرتش ليه؟ انت في نص البحر دلوقتي، انت خلاص في فترة دخلت قبل كده فتره طويله ولسه في جيل زي كده، عشان نادي الزمالك بس ما يقعدش لوضع ناس كتيره تحمل المسؤوليه للكابتن معتمد جمال. انا مشفق عليه، انا شايفه مدرب كويس، بس مشفق عليه من تبعيات انه يتحمل يعني اعباء مش هو اللي صنعها. هو بالعكس ان الظروف مساعداه، قدر في وقت ان هو يعني يعوم سفينه الزمالك. بالظبط. لكن مش ما لكن طبعا قصاري ما عملش كده. طبعا انا انا يعني انا شايف ان هو شيء جيد ليه. قصاري وجه ما عملش كده، هو عاوم السفينه يعومها، لكن هيوصل بيها لهدفها؟ وحتى انا مش عايز يوصل لهدف، انا عايزه يؤدي لبر الامان. وبعدين بقى بس لحظه واحده، اذا كنا هنتكلم على الاهداف يعني حتى الان كنتائج هو محقق الاهداف صح. يعني راجل لعب سيمي فاينال كاس، وصل فاينال في الدوري، كسب ماتش وبدا يرجع الكونفدراليه، كسب. انت بتتكلم على خمس ماتشات للزمالك، وبتتكلم على خمس ماتشات للاهلي ما حققش فيهم الفوز. لكن النادي الاهلي ما زال تقدر تقول النادي الاهلي ابتعد عن بطوله الدوري، ابتعد عن بطوله افريقيا، ابتعد عن اي حاجه، لسه موجود في مستوى. والزمالك ما ابتعدش عن بطوله الدوري. مين؟ انا بقول لك النادي الاهلي لو رغم انه تراجع، واحنا بنقول في تراجع في الاداء، هو بسالك سؤال، ابتعاده خمس ماتشات لكن لسه مرشح. قبل الزمالك، قبل الزمالك وبيراميدز كنت متوقع مين يكسب بصراحه بامانه؟ البيراميدز طبعا. طب فالراجل كسب يا استاذ محمد، انت في ماتش النادي الاهلي يعني المستهدف ايه؟ هو انك توصل فاينل. نقطه التحول للاهلي السنه اللي فاتت كانت الجوله الكام؟ كانت الجوله العاشره. النادي الاهلي بدا السنه اللي فاتت الموسم كان متراجع، كنا بننتقد المدير الفني وكنا بنقول التدوير بزياده ومش عارف ايه. كانت نقطه الانطلاق، كانت نقطه الانطلاق للاهلي كان الفداء، وكان نقطه التراجع في الزمالك كان ماتش اسوان. انا بقول لك بس في حاجه يعني انت ما بتقصش، اقصد على يعني طب ممكن تكون انطلاق على خمس ماتشات. نتمنى ذلك، بس انا مشفق على الكابتن. طب هل الظروف، طب خلينا نتكلم. انا شايف ان هو فنيا طب في فوز بس مفيش طفره. احنا عندنا رايين اوكي، مفيش مشكلة، ده رأي يحترم وده رأي يحترم، بس خلينا نتكلم على الظروف الحالية الراهنة بقى في الزمالك. دي برضو جزء لا يخفى. يعني ما ينفعش تغفله. أنت النهاردة بتفتح قيد المفترض. تمام. وبتحاول بقدر الإمكان تتفاوض، وربما حتى الآن مفيش بوادر تقول إن التفاوض أصفر عن شيء. فممكن تأثر إن أنت تدفع الغرامة كاملة. طبعا. حلو كده؟ والزمالك حاطط في خطط انه حتى الان الطريق للتقسيط يعني مسدود، بيحاول بقدر الامكان، بس حتى الان مفيش اي بوادر طبعا. فممكن توصل تدفع الغرامه كامله، واحتياجاتك في يناير انك تجيب بعض الصفقات على الاقل ثلاث ضروره
تسند الفريق، لان الفريق بدا يطمع بجمهوره بادارته بلاعيبته بجهازه منطقه مكانه الطبيعي المنافسه على البطولات. لا في الكونفدراليه بالذات بدا الزمالك يفكر يعني يحصل سويتش عند الجمهور، طب ليه ما كسبش الكونفدراليه؟ خد بالك طب ليه ما كسبش الاهلي في الكاس الفاينل؟ الزمالك يا استاذ محمد كويس دلوقتي، بس انت هتطلع الدور الثاني فرق اقوى، فانت محتاج تدعيم لان انت في الليفل الاقوى. اما تيجي تتكلم بقى بواقعيه، وانا هدفع فلوس فتح القيد وبعدين مطلوب مني اللعيبه الموجوده اصلا اخلصها كفلوس ليهم متاخره كتير من السنه اللي فاتت غير مقدماتهم، صح؟ طبعا. طيب مع صفقات محتاجه على الاقل ثلاثه في يناير، محتاج لاعب نص ملعب، محتاج سيرد باك او محتاج باك ليفت او محتاج مهاجم، يعني محتاج ثلاثه على الاقل. فهل ومدرب اجنبي يا عم، رتب لي الاولويات. يعني فتح رتب لي قيد. عندك فتح قيد، عندك سداد لعيبه فلوس موجوده، كل دي ملايين يعني، عندك صفقات، عندك مدرب اجنبي، اربع حاجات رتبهم لي. هو فتح القيد الاول نمره واحد طبعا، فتح القيد سداد المستحقات المتاخره للعيبه باول حاجه قبل فتح القيد. ما هو دلوقتي دي شغاله، انت لسه فاتح القيد اللي معاك دي اول حاجه، انا في ديسمبر ما ينفعش، بس اول حاجه لازم تحقق للعيبه، ودي مجلس الاداره قالها بكل امانه، قال لك انا اولويتي في كل حاجه ان انا سداد مستحقات اللعيبه. الحاجه الثانيه حل ازمات لحظه واحده، انت برضه رقم واحد سداد المستحقات بتاعت اللعيبه اللي هم اللي متاخره من السنه اللي فاتت والسنه دي. لا عشان المركب يمشي انا لازم افتح القيد الاول، وبعدين ولادي موجودين انا هسدد لهم. انما خليني اقول لك القيد فتحه مع سداد المستحقات اولويه واحده، يعني دول واحد واثنين بالظبط. ماشي ثلاثة، الصفقات الجديدة ولا المدرب الجديد؟ لا طبعا الصفقات الجديدة، وانت اي ثلاثة يسندوك للاخر. متى الصفقات بس ده لا يمنع انه ايه ليه ما انا ما قلتش يمنع، انا انا بحاول مدرب ادي اولويات، انا بحاول ادي اولويات بس طبعا الصفقات ثم المدرب. الصفقات طب اذا كان عندي القدرة المالية اعمل الاربعة بهذا الترتيب هاي، لا هعمل ثلاثة. لا اذا كان بهذا الترتيب عندي فلوس اعمل اولويات يبقى هاي، لكن افرض عندي ثلاث حاجات يبقى المدرب مش هيبقى موجود بالظبط في المرحله دي. لكن الكابتن معتمد لما تديله بوش بلاعيبه جديده، صح؟ مع كلام ان حفتوح ممكن يرجع دلوقتي، في كلام بدا يظهر النهارده نزل التمرين وشاركوا في التمرينات اللي شاركوا هو وصبحي والزناري. يعني انا برضك لما كنت اتكلم بالعقل فكان صوت عاد، فلا ازاي وما ينزلوش. لا كلامك صح، النهارده خلاص اتمرن بالعكس، والفرصه لما تواجد في النهارده في فرصه للتجديد افضل من هو مستبعد. ما فيش حتى اللغه اختلفت يا كابتن عبد الجليل، يعني بدا الزمالك يقول لك ان مشاركتهم من عدمه من عدمها في ايد الكابتن معتمد خلاص. فاللغه حتى ودي تمثل وده اللي مطلوبه، ودي تمثل للزمالك برضه فنيا، سيبك بقى من اي امور اخرى، قوه طبعا. لما يبقى صبحي بديل مع عواد، لما يبقى فتوح ناحيه الشمال في وجود عبد الشافي، الراجل بتطمح في بطوله معاك لسه ست شهور، هو الراجل لما يلعبك حتى لو ما جددش في افريقيا او دفعت تستفاد منه. اذا انت عندك القدره الماليه للاربع حاجات ماشي، بس افرض عندي ثلاث حاجات يبقى خلاص اول ثلاث عندي اثنين. انا افتح قيد من وجهه نظري في حاجه اسدد واخلص الصفقات لما اسدد بدل ثلاثه ممكن مصفق محمد. انا من وجهه نظري في حاجه، انا من وجهه نظري هذا المجلس لازم يحقق الاربعه، لان هو يعلم جيدا وجاء لتحقيق كل الاهداف، لا التمس لي اي عذر، انا لا اهاجم المجلس، لكن انا بقول لك هو راجل عال يعلم جيدا احتياجات نادي الزمالك قبل ما يجي، مش حوار وهو قادر على حلها. لان هو اتكلم مش حوار، انا مع بليغ ومعاك. لا يا فندم هقول لك ليه، انا مع بليغ لان ده وعد، وعد ماشي ومعاك. انت لما بتخش تقود وتخش المسؤوليه ممكن تشوف حاجات ما كنتش شايفها. لما ايه اللي ما ظهرش للناس؟ هقول لك، ممكن تلاقي انت عليك ديون ومستحقات طايره ويد وسله وكذا، يعني ممكن الكوره بس عارفها يعني ممكن تكتشف. اقصد انا اقصد كده يعني ممكن انت راجل لما تتولى مسؤوليه من بره حاجه، ولما بتخش جوه المطبخ ممكن تكتشف يعني فلوس الموظفين بالظبط مثلا ان كل بالزبط. شهر كل الناس كانت عارفه يا استاذ محمد الازمات دي، لا اجد في هذا الكلام مبرر، لانه الناس كلها كانت عارفه ازمات نادي الزمالك اللي هي حدث قبل المجلس، عارفه بالسحتوت زي كده، عارفه بالسحتوت، كل الناس كانت عارفه خزنه الزمالك فيها كام وفلوسها كام، كان على المشاعر الكلام ده كله. أيوة وازمه الزمالك وازمه القيد وازمه الست بقول لك على حاجه كله عارفه، ممكن تخش ما كملتش شهر يا فندم. ما فيش حاجه انا لا اتقبل من مجلس كان وعد ان هو هيحل الازمات، ووعد ان انا سائل المجلس ده في الحوار صاحب في النادي الاهلي في مصر في حاجه تعرفوش في الزمالك، قال لك احنا نعلم كل صغيره وكبيره عن نادي الزمالك وقادرين ونملك
كافه الحلول وما يحدث من مفاجات مجهزين لها حلول. كابتن انت فده كان ده مجلس اداره حاسم منهم في مجلس اداره شهر واحد لو في حاجات ما اتحققتش انت تهاجم كده وتقول ومين هاجم يا كابتن؟ لا مش هاجم، هو دور رايه هاجم يعني دور رايه. احنا بنقول ان هو يعلم كل كبيره وصغيره عن الزمالك، اصبر لغايه اخر شهر واحد. بس احنا مقتنعين ان الكره فيها متغيرات، يعني ممكن الكابتن معتمد انا جايبه تمام وينجح فجاه كده، حقق انتصارات والفرقه استقرت واللعيبه بتحبه. هو جاي هو جاي ممكن برضه ما بعد مدير فني كان جاي شهرين. انا كنت شاهد عيان الله يفتح مع الكابتن عصام عبد المنعم وقتها، ربنا يمسيه بالخير ناقدنا العظيم طبعا كاتبنا الكبير كابتن عصام عبد المنعم، كان وقتها رئيس اتحاد، كان رئيس الاتحاد صح، كان جايب الكابتن بعد ترديل الطلياني كان جايبه كابتن ماتشين ومنهم ماتش الكاميرون لما استعدنا مع احترام الكابتن حسن شحاته كان فايز على الاهلي وفايز على الزمالك ومحقق بطوله بسوبر درجه تانية. ايه اه ما انا بقول لك جايب، ما انا بقول لك جايب من فريق جايب من فريق درجه تانية، عمل بيه عمل بيه نتائج مع الاهلي والزمالك. تفتكر ان هو ينجح النجاح؟ كابتن عبد الجليل يقصد ان هو كان جاي مؤقت زي كابتن معتمد، فجاه لقينا معتمد جاي بيكسب كل ده. المفروض كابتن معتمد جاي مثلا كسب المصري، نتمنى نتمنى انا اتمنى هنفترض يعني انا مش والله يا جماعه انا مش على الجمهور يهاجمك لو مش طبعا. اصل يا كابتن ما هو انت المدرب ده بيبقى زي اللعيب بيطلع كده سنه القتل بيبقى نجم. ما هو المدرب كده عايز اسالك سؤال، هو حلمي طولان ولا انور سلامه ولا طلعت يوسف؟ بس السنه دي الزمالك لا ولا الاهلي ما يستحملوش ان هو مدرب يطلع السنه دي في الاهلي والزمالك. يا سيدي الفاضل ده محمد يوسف خد بطوله افريقيا وحسام البدري خد بطوله افريقيا، كان مؤمن سليمان لعب معاه افريقيا يمكن معاه، ما ده اللي انا بقول عليه. كان افضل جيل حقق مع الكابتن الكابتن محمد يوسف او كان الكابتن حسام البدري، كان افضل جيل في الاهلي. لكن انت الكابتن المعتمد جاي والقماشه اللي معاه الله يكون في عونه عليه وتدعيم الصفقات طبعا، وانا لا انكر ان الكابتن جمال عمل حتى الان يعني افضل من المطلوب منه، لكن انا بقول انا مشفق عليه لانه يا جماعه جمهور الزمالك يعني على فكره. بس خلينا نقول احنا اختلفنا في الاراء لكن في الاخر اتفقنا على الاولويات طبعا واتفقنا على يعني الكابتن جمال على الأولويات. متميز ونجح في حتى الان في تحقيق كل اهدافه. خلاص يبقى اتفقنا على الاولويات طبعًا. يبقى نمره واحد مساقات اللعيبه، فتح القيد الصفقات المدرب الاجنبي. عملت نمره واحد واثنين احسن ما تعملش بالزبط. عملت واحد واثنين وثلاثه احسن حل. عملت الاربعه خير احسن واحسن. لو عملت حاجه واحده وابتدت في حاجات في ثمار تظهر تمام. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا، ربنا يكرمك. انا سعيد منه النهارده. ليه يا كله تمام؟ الاهلي زي الفل، الزمالك زي الفل. ايه يا كابتن ما تكلمش خالص نقول انه في لا أي يا حاجة. ريس لا يا حبيبي، ده انت حبيبي الغالي. بس هقول لك على حاجه، يعني انا والله نفسي الزمالك كده يشد حيله عشان لما اكسب. بس انت دايما انت في يوم من الايام لما انتقدت الاهلي واظهرت وقلت ان الاهلي في واحد اثنين وثلاثه، النادي الاهلي فاق بعد بس كده. بس المنافسه بتحلو بوجود الاهلي والزمالك بجانب باقي الفرق طبعا. والله العظيم بالظبط كده. كابتن بليغ ابو عيد شرفتنا. شرف بالكابتن عبد الجليل حبيبي، شرف بك. حبيبك بعد ايه بقى؟ انت ما سندتش المناخ. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر مشيئه الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.